زلت شوارع مدينة بيت لحم في فلسطين من المارة إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، وبدت أسواق البلدة شبه خالية، فيما أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية. كما خلت فنادق بيت لحم من السائحين بعد أن كانت مشغولة بالكامل في وقت سابق. وقد نشرت السلطة الفلسطينية حواجز على جميع مداخل المدينة، وقيدت حركة الدخول والخروج منها. وفي مدينة رام الله بدأت حملات تعقيم لدور العبادة ضمن خطة إجرائية وقائية، وستليها حملة تعقيم في المدارس. وقد دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. زي ما الكل شايف ومتابع أن البلد عايشة لحظات حزن، الشوارع فاضية، فيش أي نشاط شغال، المدارس مسكرة، حتى الكنائس اتسكرت والمساجد، كله بسبب الهلع والخوف والفزع من هاي الحالة اللي صايبة كل العالم، اللي هو جرثومة أو فيروس الكورونا. طبعا يعني قدام إشي لسه ما له علاج، الناس كلها إلها حق تخاف، ولكن يعني بدنا برضو في هاي اللحظات الصعبة يكون إيماننا في ربنا كبير، وثقتنا في الله اللي هو الرب رعية واللي بيرعاني وبيقودني في كل الحياة. المفروض ما تقل هاي الثقة، ولكن بالعكس نغذيها بالصلاة وبالإيمان. بالنسبة لكنيسة المهد كيف تسكرت، طبعا كان قرار من وزارة السياحة وبالتشاور وبالتراضي كمان مع رؤساء الكنائس. بالنسبة لنا بطرك اللاتين المدبر الرسولي بير باتيستا وحتى رؤساءنا حرس الأراضي المقدسة، لأنه هاي الكنيسة مرق عليها كل الجروبات، وأكيد منهم اللي كان عندهم هاي الإصابات، فهم حرصا على سلامة الجميع، وعشان ما يكونش فيه العدوى تنتقل لأكثر من حدا في البلد، نوع من الوقاية صدرت هاي القرارات. طبعا يعني إشي بيحزن، وما بنتمنى ولا مرة إن الكنيسة تتسكر في وجه حدا، لأنه المكان اللي فيه الناس وقت الضيق بيجتمعوا حتى يرفعوا صوتهم لله ويصرخوا لإله لحتى يمن بالشفاء وبنعمه وبركاته على الجميع. ولكن احنا بدنا نطيع الرؤساء، نطيع الرؤساء الكنيسة، وبنحاول نشجع المؤمنين انه يخلوا بيتهم هو كنيسة عائلية، فيصلوا في البيت كتير خصوصا في هذا الزمن المقدس. قراءة الكتاب المقدس اللي هو المسيح نفسه الموجود في الكلمة هي بتغذي كل العائلات، وبيكون في بث مباشر من صلوات زي درب الصليب، من صلوات زي المذبحة الوردية، زي القداس، بتوفر حراسة الأرض المقدسة من خلال المركز الإعلامي المسيحي اللي بيبث من كنيسة البشارة في الناصرة كل هاي الفعاليات. الأمر مزعج لينا كرهبان ورهبات، وكمان للشعب، إن الناس محتاجة تصلي، ومنقول إن ده كمان الخوف اللي هو مزروع جواهم أكتر من المرض، هو مرض الخوف. فالناس زي ما نقول إن حلو إن نفتح الكنيسة تاني، وكنيسة المهد بالذات، إن إحنا كل ما منقرب من الكنيسة ومن المكان ونصلي، ده بيساعد إن إحنا نشفى، وكمان نساعد التانيين يشفوا من المرض. فمنقول إحنا نتمنى إن الوقت ده ما يكونش طويل، وإن إحنا نرجع تاني لحياتنا الطبيعية، والناس ترجع كمان لحياتها الطبيعية. إن الكنيسة منقول هي أساس الحياة المسيحية، فمنقول إن الطفل يسوع مستنينا، إن إحنا مش بس إن إحنا نصلي بيوتنا كنيسة صغيرة، ولكن أكتر إن إحنا نكون جماعة المسيحيين، ونكون قريبين من كنيسة المهد، وده مكان كل العالم بيجي يصلي فيه، فإحنا كمان نكون النواة اللي إحنا نصلي للعالم من المكان ده، من شعب بيت لحم.